هروح ليه كابتن سمير، التشكيل المتوقع على اللينك خلاص هتحطه دلوقتي على التشكيل اللي حطه كابتن تامر. انا بوجهه نظر اخر تشكيل اللي هو مباراه المقاول العرب هو اللي ممكن يبدا بيه مستر ريسارتي، ان هو ممكن يكون عامل ظروفه لمباراه القمه. ده وجهه نظر شخصيه. الناس اللي بدات هي اللي يقدر يبدا، اللي بدات ولا اللي ختمت؟ اللي بدات. تمام، اللي بدات وغالبا هيبقى نفس التغييرات بتاعت الشوط الثاني صالح وبقيه الافراد اللي نزلت، عشان هو مثبت تشكيله. وهو طبعا معروف النادي الاهلي ثبات التشكيل والتجانس مهم، نقطة مهمة جدا اللي هو بيقدر يشتغل بيها طول الموسم. ليه وجهة نظر ان هو الفرقة اللي بدأ بيها مباراة المقاولين هو اللي يبدأ بيها مباراة القمة، لأن طبعا هو مثبت تشكيل كمان للسنة الجاية، خلي بالك مع بالإضافة للصفقات اللي جاية. صحيح، يعني هو يعني عارف في حاجات معينة كده المدير الفني بيقدر يختارها، واللي بينهي بيه خلي بالك المدربين الأجانب بيبقى في إضافة واحد أو اثنين من الجداد عشان يظبط بقيه شغله ويقدر ان هو يستمر معاهم، ويبقى في تجانس ويخش الانسجام بسرعه. صحيح، متواضع يعني. على فكره تامر انا بشكرك على الكلام الجميل اللي انت قلته، وده تامر خلي بالك يا كابتن هو اول ناشئ يطلع من جيلنا، وادانا الفرصه كلنا ان احنا كلنا كنا بنتمرن، ما كناش بنلعب ماتشات، انما تامر كان بيتمرن وبيلعب قبلينا، فتح لنا السكه وكان لعيب هايل، وانا بشكره على الكلام الجميل اللي هو قاله وبشكر حضرتك. لا لا، اللي بشكركم والله انت